طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. والله لا يستهدفون إصلاح هذه الثغرة أو هذا الرجل الفاسد هنا أو ذاك، إنما يستهدفون المشروع الإسلامي، إنما يستهدفون الإسلام، ويتحدثون أن هؤلاء الإسلاميين يجب أن يبتعدوا عن مواقع المسؤولية. يعني هسه السيد المالكي طلع لي قام يحشي لي التجربة الإسلامية ويردون نظر التجربة الإسلامية، هي وين التجربة الإسلامية حتى يريد العلمانيون أن يهدموها؟ التجربة الإسلامية بفقدان الموصل، التجربة الإسلامية بانفكاك الناس عن المساجد وانفصال الشباب عن الصلاة والهزل والسخرية بعلماء الدين، التجربة الإسلامية بهذا الكلام الهائل وبهذه الفضائح. هو يقول لأنه أكو إعلام هائل دي يشوخه، أنت أيضا عندك إعلام، ما شاء الله العراقية كانت ملكك، كم آفاق بعد إعلامكم، وينه إعلامكم الفاشل؟ دليل على أنكم فاشلون بالجوهر، إعلامكم الفاشل. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول زيارة قاسم سليماني زعيم فيلق القدس الإيراني والمسؤول عن الملف العراقي. هو أنهى زعيم فيلق القدس الإيراني والمسؤول عن الملف الإيراني قاسم سليماني زيارة إلى أربيل، ويوم الخميس، طبعا يوم الخميس الماضي قبل يومين. وهذه الزيارة التي استمرت ليومين التقى خلالها قيادات كردية مختلفة في أربيل، وبحث الأزمة مع بغداد وسبل التوصل إلى حل يجنب الطرفين أي صراع عسكري وشيك، وفقا طبعا لمصادر كردية رفيعة في أربيل وفي السليمانية، بينها طبعا قيادي مقرب من مسعود البرزاني. وأكدت المصادر لصحيفة العربي الجديد أن قاسم سليماني جاء بمبادرة لحل الأزمة قد لن تكون معها حاجة للأمم المتحدة كوسيط للحل كما يقول المسؤولين. يأتي ذلك في مع عقد حكومة الإقليم اجتماعا وزاريا مغلقا في أربيل للمرة الأولى منذ اندلاع المظاهرات في مدن عدة من كردستان العراق. وأكد رئيس الحكومة نجرفان البرزاني عقب الاجتماع قبوله الحوار وبحث جميع شروط بغداد بشكل مباشر، وبين أن هناك رسائل إيجابية من بغداد أيضا. سليماني كما تقول المصادر بأنه جاء بمبادرة شاملة لحل الأزمة وعودة الأمور إلى طبيعتها. المسؤول كردي رفيع المستوى كشف أن زيارة سليماني جاءت لبحث حل الأزمة مع بغداد، وأوضح بأن المسؤول الإيراني التقى بنجرفان البرزاني وبمسعود البرزاني وقوباد الطالباني، وتم بحث الأزمة فضلا عن التظاهرات في السليمانية ومدن أخرى من الإقليم. أضاف هذا المسؤول بأن السليماني جاء بمبادرة شاملة لحل الأزمة كما يقول وعودة الأمور إلى طبيعتها قبل إجراء الاستفتاء، وجرى الاتفاق على أن الأزمة لا يمكن أن تحل بصفقة واحدة، ويجب تفكيك الملفات ومناقشتها الواحد تلو الآخر. أضاف المسؤول الكردي أن هناك تجاوبا من أربيل لطرح قاسم سليماني الذي بدوره سيتم إيصاله إلى بغداد، لكن بشكل عام مبادرة قاسم سليماني في صالح بغداد وليس في صالح أربيل. ولفت إلى أن القيادة الكردية توصلت إلى قناعة بعدم جدوى تحركها أوروبيا أو أمميا لتخفيف العقوبات من قبل بغداد عليها، إذ حاولت مرات عدة وفشلت في ذلك. من جانبه القيادي في التحالف الكردستاني وعضو البرلمان عن إقليم كردستان زانة سعيد قال بأن وفودا فنية باشرت العمل بين بغداد وأربيل تمثل وزارات الدولة الاتحادية ووزارات الإقليم لتهيئة أرضية مناسبة للتفاوض من خلال فصل الملفات عن بعضها كالنفط والغاز والمنافذ الحدودية والمناطق المتنازع عليها ورواتب موظفي الإقليم. وأضاف سعيد أن هذا التطور
بدأت ملامحه مساء الخميس ونشعر بوجود حالة إيجابية كما يقول بين بغداد وأربيل، وأشار أن هناك تجاوبا من أربيل مع بغداد، وقال جولة سليماني تأتي لإقناع المسؤولين في الإقليم بالاستجابة لمطالب بغداد قبل الاستفتاء. جاء سليماني إلى أربيل لإقناع البرزاني بالعدول عن المشروع لكنه لم ينجح، وعلى ما يبدو أنه يقوم الآن بجولة أخرى لإقناعه بالرضوخ لمطالب بغداد. وختم النائب بالقول نرحب بكل الجهود الصديقة التي تدعو لحل المشاكل بعد فشل الجلوس على طاولة المفاوضات، وأعتقد بأن دول الجوار لها تأثير على الحكومة في بغداد، في إشارة إلى إيران. أعزائي المشاهدين، نريد أن نستمع إلى آرائكم حول زيارة قاسم سليماني، هذه الزيارة الثانية، زيارة قبل الاستفتاء وزيارة الآن. والتصريح يقول يعني المصادر الكردية تقول بأن الضغوط الأوروبية والضغوط الغربية يبدو ليس لها وقع وليست ذات نفع على الإقليم، ويبدو أن زيارة سليماني لها نفع أكثر من أو تأثير أكثر من الضغوط الأوروبية. نريد أن نستمع إلى أصواتكم حول هذه الزيارة، وماذا تهدف إيران من هذه الزيارة، ولماذا سليماني بالتحديد؟ يعني هل عجزت حكومة حيدر العبادي عن إرسال وزير أو وفد للتفاوض مع إقليم كردستان، أم أنه سوف يخرج علينا أحد المسؤولين ويقولون بأن قاسم سليماني هو مستشار للدولة العراقية كما يقولون؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم حول هذا الموضوع. معنا اتصال صلاح الدين من أربيل، تفضل صلاح الدين. شكرا أخي الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف تقرأ زيارة قاسم سليماني إلى أربيل؟ هو الحقيقة قاسم سليماني لم يتغير كثيرا عن كردستان، إن كان في أربيل وإن كان في السليمانية. والأسف الشديد الفجوات التي تركها القادة الكرد في جدارهم وفي حماية فيهم كما يقال هي التي فسحت المجال لقاسم سليماني. النقطة المهمة التي يجب أن يعرفها الكل أن قاسم سليماني وإيران هي صاحبة المشروع، ومن يجلس في بغداد أو يسمي نفسه رئيس وزراء وحكومة الحقيقة هم صناع في هذا المشروع، وهم وجراء وليسوا شركاء لإيران. أنا بعتقد يعني من ناحية العملية، ربما عندما تتفاوض مع عبد العبد أو تتفاوض مع العبد، العبد يذهب إلى السيد لكي يحصل لك على جواب، هي من الأفضل أن تختصر المسافة وتتحاور مع السيد وترى أين تصل. ولكن نقاط مهمة جدا بالنسبة لقادة كردستان. أولا يجب أن لا يخدعوا مرة أخرى، وإذا فاوضوا سليماني يفاوضونه كمحتل وليس كشريك وليس كوسيط، تلك محتل. النقطة الثانية، على القادة الكرد أن يدركوا أن مشاريعهم السابقة قد فشلت لأنها كانت جزءا من مشاريع الغير، إما جزء من مشروع إيران الشاه أو جزء من مشروع إيران الخميني أو جزء من مشروع أمريكا أو جزء من مشروع أردوغان. عليهم أن يكون لهم مشروع مستقل، وبعد ذلك لا ضير أن تتفاوض مع الآخرين لمصلحة هذا المشروع. النقطة المهمة الأخرى أن قاسم سليماني لا يمكن أن يكون أمينا مع الكرد، لأنه بكل بساطة هو يمثل مشروع إيران الإقليمي، ويمثل نفس السلطة الغاشمة التي تحتل جزء آخر من كردستان، وأن قاسم سليماني هو الذي لعب الدور المهم في شراء الذمم لبعض الكرد، وعليهم الحذر والحذر الشديد، وأن لا يرضوا بوعود كاذبة تجعل منهم أداة لسحق الكرد وكردستان. أي أن سليماني سيسعى
ان يبقي هذه المظله من 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 القيادات الكرديه لكي يمعن في تحقيق مشروعه. نعم، يعني انت برايك يعني قاسم سليماني عندما ذهب الى اربيل و يعني استغرقت الزياره يومين والتقى بقيادات من اربيل والسليمانيه، هل هي رسائل يعني تخويف؟ لماذا اختيار هذه الشخصيه بالتحديد؟ يعني اذا افترضنا انه مرسل من ايران لتدخل، يعني نفترض جدلا بان ايران ارسلت هذا الرجل او غير هذا الرجل من باب الصلح، لماذا اختيار هذا الرجل وهو رجل عسكري وليس برجل سياسي؟ نعم اخي عمر، معروف عندما اتصالات بين طرف وبين ممثلي لجهاز امني في الدولة الاخرى، يعني ان هذه العلاقه هي ليست استراتيجيه وانها تكتيكيه، اي ان الطرف الذي يتمثل بضباط مخابرات، بمسؤولي مخابرات، بضباط في الجيش، هذا الطرف يقيم الطرف الاخر كند او على قدم المساواه. نعم، قاسم سليماني تواجد في كردستان قبل كارثة الاحتلالات ووجه رسائل واضحة جدا، بدأ بالوعود ووعد مسعود برزاني أنه سيحاول أن يساعد في المفاوضات، ولكن بعد ذلك ذهب إلى كركوك واجتمع بقادة ووضعهم أمام الأمر الواقع ووضعهم أمام التهديدات، وللأسف الشديد النفوس الضعيفة التي باعتها والتي تسللت الخيانة من قبيل كليلي الخيانة أدعمت لهذه الوعود وخانت شعبه وخانت قضية وطنه. نعم، قاسم سليماني هو رسالة تحذير أكثر مما هو رسالة تفاوض ورسالة شراكة أو رسالة حل لهذه المسألة. نعم، برأيك إلى ماذا راح تفضي هذه الزيارة؟ يعني بالفعل هل سوف يتم التوصل إلى حل بين بغداد وأربيل؟ نعم، نظام إيران أخي طه أثبت أنه لا يعطي ولا يتراجع إلا إذا لاقى تهديد أو لاقى احتمال أن يخسر، لأنه عقلية نظام إيران ومنذ السنين الأولى هي عقلية السوق أو التاجر، خاصة عندما يتصرف خارج حدوده الإقليمية، لأنه في النهاية عندما يأتي إلى العراق ويحتل العراق ويتوسع في العراق هو يبحث عن الربح وليس مفترض، ولكن يبحث عن ربح، وإذا وصل إلى قناعة أن وجوده في العراق سيكلفه أكثر مما يستفيد قطعا سيتراجع، ولكن وللأسف في هذا الوقت بالذات موقف إيران قوي وهناك أناس قد جهزوا أنفسهم وتهيئوا للموت في سبيل إيران ولكي يكونوا خرفانا للذبح في مجزرة إيران أو مجازر إيران التي تقيمها هنا وهناك، والحال هذه إيران لا تضحي بالكثير، وإيران هناك من يخسر النيابة عنها ويضحي بالنيابة عنها. فأنا لا أعتقد أن هناك ضغوط ذاتية، ولكن وقت أخبار عن مواقف من بعض الدول الأوروبية، لا ندري إلى أي مدى هذه المواقف جدية، ولا ندري أن هذه الدعوات هي مجرد دعوات أم أن هناك أشياء ستتبعها إذا لم ينصاع نظام إيران في بغداد لهذه الدعوات لفتح حوار على الدستور، لا ندري، ولكن لا. إذا تقدمت خط إيران بخطوة أو دفعت غزمانها للتقدم بخطوة نحو أقليم كردستان فهي قطعا بسبب هذه الظروف الضغوط، والتي ربما ستجني أو تعتقد إيران أنها ستجني مواقف أوروبية إيجابية لمصلحة مشروعها النووي أو لمصلحة تعاملها الاقتصادي بالذات مع فرنسا وألمانيا. فباختصار شديد لم تشعر إيران أنها ستدفع ثمن أو تخسر فائدة، إيران لن تتنازل على قيد أنملة عن مشروعها وأهدافها في العراق وفي سوريا وإنما حل سرطان إيران. نعم، صلاح الدين من أربيل كلام معنا، شكرا جزيلا لك. معنا من السليمانية أبو عمر، تفضل أبو عمر. أبو عمر شلون تشوف؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون تشوف زيارة قاسم سليماني إلى أربيل؟
والله استاذ هذه الزيارة لا تأتي اعتباطا، هذا إلا لسبب حقيقي. يعني احنا بنشاهد بالأمس وأول أمس خروج مظاهرات جدا كبيرة في مدن إيران، نعم، نتيجة غضب الشعب الإيراني من سياسات تصرفات هذه الحكومة الرعناء التي دمرت حتى الشعب الإيراني وشعوب المنطقة صراحة، بالعراق وبسوريا وبلبنان وباليمن. فلهذا الآن هي تدفع الثمن. فأنا كنت أذكر سابقا قبل سنة ونص سنتين قلت لهم هذا رب العالمين، قلت لكم يا رب العالمين ما يعوف لهم. فلهذا السبب سيعلم الذين ظلموا أي منقلب يعني ماشي ماشي. يعني ايش عنده بأربيل إذا أكو مظاهرات بإيران؟ هو يريد على أساس خايف من منطقة كردستان الإيرانية أنه خاف تشتعل المظاهرات بها عن بكرة عديان. هو هذا السبب فتلحق قبل ما تشتعل هذه المنطقة، حتى ولعل أنه هذه الأحزاب الإيرانية المعارضة الموجودة بأربيل لا تساعد على نهوض هذه المظاهرات وتمنحها حكومة تحرير كردستان. نعم. ثاني على أساس يكون واسطة ما بين أربيل وما بين بغداد بعد ما هو أشعل هذا المنافق الخبيث جيد. نعم. ما أشعلها من فتنة ما بين حكومة بغداد وحكومة تحرير كردستان. نعم. فلهذا السبب هم خايفين من هذا. أحزاب إيرانية معارضة قوية كلش كردية موجودة في داخل أربيل خاصة، هي قد تكون سبب إشعال المظاهرات مرة أخرى في أقليم كردستان. كذلك الأحواز أيضا هي أيضا مشمولة إن شاء الله، وراح يشوفون نتائجها بالأخير، وراح يشوفون هذا اللي يسووه، هذا القتل والدمار والذبح اللي صار في العراق وبالشام وباللبنان وباليمن. والله العظيم كلها راح تزع عليهم. بس أنا اللي أطلب أجلكم الله من هذول كلابهم الموجودين بالعراق وبالشام، خلي يتلحقون إن شاء الله، خلي يتلحقون. شو راح يتلحقون؟ يداون جروحهم بشرع يسووها هم. هذا وهذا نعم. أمريكا حادث كاسين عليها، بس أمريكا تريد تفاهمات من المنطقة مقابل لا يجب في البلد. كل شيء إلى ثمن، كل شيء إلى ثمن مقابل إسرائيل. زين أبو عمر ماشي أبو عمر، هناك من يعني قرأ هذه الزيارة بأنها تهديد واضح، إما أن تقبلوا بشروط بغداد وبالشروط اللي نفرضها عليكم، وإما اندلاع مواجهات عسكرية. أنت مواطن من يعني السليمانية، شنو رأيك؟ إذا هو يهدد بهذا الطرف، إذا هو يهدد باندلاع مواجهات عسكرية ما يجري يهدد. نعم. والله أمريكا تحرقهم حرق، دول أوروبية بريطانيا فرنسا موجودة قواعد في أقليم كردستان موجودة بالعراق كلها، ما يقدر يسوي شيء. بالعكس أستاذ، هم خايفين من إشعال الفتنة في منطقة كردستان، أما يجي هذي على أساس يقول حتى ولعل إنه أحصل على شيء من خلال هذا التهديد، عدم إشعال الفتنة، وثاني رضوخ حكومة أقليم كردستان إلى مطالب حكومة بغداد. يعني زين أبو عمر، إحنا نتذكر موضوع كركوك، يعني دخلوا إلى كركوك والسيد مسعود البرزاني اتهم واشنطن بالتقاعس ولم تفعل أي شيء. لماذا هذا التعويل على الغرب وعلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا هم عندهم طبخة أكبر مني ومنك ومن الإقليم ومن العراق؟ يعني عادي يسووها. مميز أستاذ، كل مرحلة ظروفها ومتطلباتها حسب ما تطلب المرحلة. يعني أمريكا بارحة صرحت بالليل على سمعتها على قناة بي بي سي البريطانية العربية، أمريكا قالت بالحرف الواحد يجب إعطاء حقوق الشعب الإيراني كاملة وعدم هذا. يعني أبدت رغبتها الأكيدة والحقيقية في أنه تكون بالمرحلة القادمة أنه هذا النظام لازم أن يستجيب لمطالب الشعب الإيراني. نعم. فهم خايفين بصراحة. فهذه المرحلة كانت مرحلة هو توريث إيران، هم ورطوها لإيران، ما أقول لك لا ما ورطوها، هاي مال مسألة العراق وسوريا ولبنان، هم ورطوها. إيران مو بقدة تلعب أربع واصل بالمدن العربية، مو بقدة، هي بقت سنوات ثمان سنوات تقاتل العراق ما قدرت تدخل إلا بالفو زاعت مثل ما يقول خسرة الأول والثانية وطلعت من عدة مكسورة الرأس مقطوعة الرقبة واليدين. نعم. زين هاي ما تيجي تلعب، هاي هي بموافقة أمريكا وأوروبا وإسرائيل، هم دخلوهم، استخدموا إيران وكل جهات معها وكلاها بالعراق وبالشام، استخدموهم كعصا لترفيع المنطقة. وبالأنت في النهاية بعد ما وصلوا إلى تفاهمات وبعد ما وصلوا وشافوا للدول العربية
تكميل الى الرغبه الامريكيه. نعم ابو عمر. اقامه علاقات حقيقيه مع اسرائيل عقائديا، انه يفرضون الطرف وانه سياسيين واقتصاديين وتجاريين، كل علاقات مدينه هذا بحث اخر. نعم ابو عمر. ابو عمر بن السليماني شكرا لك. معنا اتصال ابو احمد من الرمادي. ابو احمد شلون تقرا زياره قاسم سليماني الى اربيل؟ استمرت الزياره يومين. ابو احمد استاذ عمر السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك واحيي قناه الرافدين. حياك الله بطل المناضله. بالنسبه لقاسم سليماني خلي يروح يداوم جروحهم، هو احنا من دمرنا غير ايران وقاسم سليماني؟ دمروا الشعب العراقي ومدمرين هذا شعبهم المسكين اللي هسه اللي قام على عيشته وعلى بينه. والله يا اخي احنا اللي دمرتنا ايران. والله واحنا بس ناشد الامه العربيه والجامعه العربيه والدول العربيه الرؤساء. انا اقول على الشعب العربي العراقي هذا اللي كان المحامي البوابه للوطن العربي الشرقي يعني من اتجاه ايران، هو العراق هو اللي محاميهم. مو احنا البوابه الشرقيه للامه العربيه اللي واقفين بوجه العدم والفرس. غير كل الدول العربيه تنظر على الشعب العراقي هذا المسكين اللي راح انت يا اخي كله من الشيعه واحزاب وما عندنا حكم ولا عندنا رئاسه ولا عندنا جيش منظم، ما عندنا يا اخي. كلها احزاب وميليشيات وكل من حاكم من يمه ومسوي له سجن. فاحنا قاسم سليماني خلي شايفين الشر عمي، لا يجي لا لاربيل ولا للعراق، خلي شايفين الشر عمي. هو هسه مطلوب دوليا وعليه كل قضايا ارهاب ومدمر الامه العربيه بالكامل مدمرين. هو قاسم سليماني خلوا دوله عربيه ما تنضم بها من اليمن لليبيا لسوريا لبيروت كلها، العراق هو دمرت لايران. خلي يروح يداوم جروحهم. امريكا اللي ان شاء الله امريكا راح تفين حظهم، امريكا ان شاء الله هي اللي راح تفين حظهم. نعم نعم. اشكرك اخوي استاذ ابو احمد من الرمادي كان معنا. اعزائي المشاهدين ناخذ هذا الفاصل ونعود لاستكمال بقيه هذه الحلقه. المتسولين صاروا وايد بالشارع، سببها كلها الحكومه. يعني اذا انا لو عندي امكانيه وغير من الله ما اشتغل، والله ما اشتغل، والله اروح للمدرسه اعيش احسن حياه. الدوله ما تصرف علينا. انهيار هيكلي كبير في بنيه الاقتصاد الوطني العراقي. طالبت قبل الوزيره يوميه باكر عقبه مكتب الوزيره، جيب الوزيره، راحت الوزيره. ما الذي جناه العراقيون من وعود الاحتلال وحكوماته المتعاقبة؟ ما الذي حل بالتعليم أو الزراعة أو الواقع الصحي وغيرها من القطاعات؟ لما نصبت بالبرلمان للتعليمات اللي ما تعرفون. الحصاد المر سلسلة وثائقية تسلط الضوء على حقبة الاحتلال الأمريكي للعراق وحكوماته المتعاقبة وما ترتب عليها من آثار سيئة في جميع نواحي الحياة. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض رسائل الواتساب حول هذا الموضوع. يقول أبو عارف من بابل: المشكلة بدأت من سليماني ودخول الحكومة لكركوك والسيطرة عليها كان باتفاق سليماني، والأزمة ستنتهي أيضا كيفما بدأت أيضا باتفاق قاسم سليماني. ثم يخرج لك من يتكلم عن السيادة ومركزية القرار ودولة المؤسسات والقانون. في المستقبل إذا طلب الشعب العراقي الخدمات والأمان، أعتقد من الأولى له أن يطلب من سليماني لكي يحصل على نتائج. رسالة أخرى يقول: إن قاسم سليماني يمثل مشروع إيران المتفق عليه مع أمريكا وإسرائيل، وهو الهيمنة على الشرق الأوسط، ولكن يجب على الشعب أن يتجاوز هذه المحنة، وإلا سوف لا يكون هناك وطن اسمه العراق.
طبعا القيادة في التحالف الوطني الحاكم في بغداد، عضو البرلمان وهو صادق المحنة، قال بأن بغداد اكتشفت تلاعبا بأعداد سكان الإقليم وأعداد الموظفين وكذلك بكميات النفط المصدرة كما يقول من هناك، وهذه الأمور دخلت في صلب الأزمة ويجب أن تحل. أضاف المحنة في حديث لصحيفة العربي الجديد بأن شروط بغداد باقية لم تتغير ما دامت لا تخالف الدستور، وبالنسبة للحوار يجب أن يكون حوارا مفتوحا بل مباشرا وعلى طريقة 1+1=2 وليس 3 على حد تعبيره. المحنة أكد بأن الحكومة جادة بتسليم رواتب موظفي الإقليم كما يقول، لكن هل حكومة كردستان يتساءل جادة في أن تكون شفافة في ملف النفط والعائدات من المنافذ الحدودية وتسليمها إلى بغداد؟ هذا ما يجب حسمه كما يقول. طبعا ردا على سؤال حول زيارة قاسم سليماني إلى أربيل، قال صادق محنة وهو عضو التحالف الوطني بأن زيارة سليماني موضوع طبيعي، وهو من المستشارين المعتمدين للدولة العراقية ويتدخل بالقتال وبالسياسة، يبرر بأنه يتدخل بالقتال وفي السياسة، ويقول أعتقد الوساطة التي يقودها لن تكون مخلة بل مشروعة ومقبولة، والأهم أنها ضمن العامل الوطني ولا تخل بمصلحة العراق ووحدته على حد وصفه. مديرة مطار أربيل الدولي تلار فائق صالح أعلنت بأن بغداد قررت تمديد حظر الرحلات الجوية الدولية في مطاري السليمانية وأربيل حتى 28 من فبراير شباط المقبل، وأوضحت بأنه مسموح فقط بالرحلات الداخلية. البرزاني اعتبر أن هذا القرار ورقة ضغط من قبل العبادي ضد كردستان العراق ويستهدف المواطنين بالدرجة الأولى من المرضى والنازحين. وعن المفاوضات قال البرزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه بفريقه الحكومي، نرحب بأي حوار يقول ضمن الدستور وضمن مبدأ وحدة العراق، وأبلغنا بغداد بذلك ومستعدون لمناقشة ملف النفط والمنافذ الحدودية. وأضاف لكن المؤسف أن بغداد تتعامل بصورتين، الأولى تتحدث بإيجابية بينما الثانية تظهرها أفعالها التي تخالف ذلك وتخلق تضاربا لدى شعب كردستان. أكد أن رئيس الحكومة حيدر العبادي يستخدم كلمات لخلق مشاكل لدى الشارع الكردستاني وتحمل عدائية لحكومة كردستان، مثل حديثه عن مزدوجي الراتب، وأوضح نعم هناك من يتسلم راتبين ولكن وفق القانون كما يقول، وهذه الحالة موجودة أيضا بعموم العراق. فيما يتعلق بحديث العبادي عن النفط وعن الإيرادات، البرزاني قال نحن استعنا بشركات عالمية لتدقيق الإيرادات وهذا مثبت لدينا. أشار إلى وجود عمليات تغيير ديموغرافي في بعض مناطق محافظة التأميم، وأبدى قلقه من تلك الحملات التي لا تصب بمصلحة العراق ولا مصلحة كردستان. بدوره أكد القيادة في التحالف الكردستاني حما أمين وجود مساعي حقيقية لحل الأزمة قبل شهر شباط فبراير المقبل وعودة الأمور إلى طبيعتها بين بغداد وأربيل، وقال بأن هناك وفودا فنية مشتركة تعمل على تهيئة جو للحوار، وأربيل متجاوبة مع بغداد أكثر من أي وقت آخر. في وقت كشف القيادة في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا باختيار عن مؤشرات إيجابية، قال بأنها مؤشرات إيجابية بشأن نتائج اجتماعات عقدت بين بغداد وأربيل خلال اليومين الماضيين. باختيار أعلن في تصريح له يوم الخميس الماضي نقلته وسائل إعلام كردية عن انتهاء تكرار المواجهات العسكرية بين الجانبين والدخول في حلول تفصيلية، وأوضح بأن حكومة الإقليم بصدد تشكيل وفد وتقديم إجابات لبغداد بعد حل قضايا المنافذ الحدودية، وسيتم التطرق لقضية الموازنة والمناطق المتنازع عليها. النائب المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي جاسم محمد جعفر قال
بأن الأزمة مع أربيل لا تحل بصفقات، وأضاف أن على أربيل أن تنصاع للدستور، وهذا كل ما في الأمر، وعندها ستكون الأزمة قد انتهت. إذن أسباب ونتائج زيارة قاسم سليماني إلى أربيل. معنا اتصال سامي من بغداد. تفضل سامي. حياتي حضرتك سلام. أهلا وسهلا بك. والإعدادات القناة. بس أقول مسألة، أنت أنهيت أستاذ عمر، إحنا نعتمد على الدستور قاسم محمد جعفر، بس لما المالكي كان يقوم بتحالفاته ما كان ينتبهون للدستور. يعني هاي المناطق الغربية اللي دمروها ما فيها أي حاج أي 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 مثلا جملة لو جملتين على المناطق الغربية وتخريبها، وما موجود هاي المسائل ما موجودة في الدستور. أستاذ عمر، أنت تعرف الشعب العراقي يعلم جيدا يعني أنه إيران، نعم، وخاصة هو هذا قاسم سليماني هو الحاكم العسكري بالعراق، يعني هو اللي يعني اللي يسوي، نعم، هالمسائل مال تجي الانتخابات بال، نعم، تعرف أنهم هذا الكهار عمالته، وتعرف 22 واحد من عندهم راح يصيرون حرس مؤدبين وراح يصيرون خطية مواطنين وراح يصيرون العراق. بس عندي أقول شيء واحد يا أستاذ عمر، شوف قد نصوم قارنة الزمام السابق، نعم، وهسه يعني خلنا أخذ 10 سنوات النظام حزب البعث من هيك ب 68 ونطيع 10 سنوات. أمضي أستاذ عمر زين سامي، مريد نروح بعيد. سامي يقول لك أنه قاسم سليماني رجل مستشار عند الدولة العراقية كما يقولون، وله الحق بإجراء مفاوضات وأن يكون وسيط لحل الإشكالية مع أربيل. أستاذ عمر، أي قاسم سليماني يعني مو هم قالوا أنه هو هذا مستشار عسكري زين جاب مسائل سياسية وأخرى. شوف يكرمك الله الخباث اللي سووها في كردستان، يعني بس دخلوا الكركوك صارت لهم محط رجل، واقسم لك بالله كل هالمشاكل اللي هاي تصير كلها من ايران ودول جلاوزة ايران الموجودين بالعراق. يا استاذ عمر هؤلاء، شوف هو هذا المحل، شوف ايش قال لك، يقول انه قاسم يعني حوالي قالوا 5-6 آلاف مسؤول وخبير موجود في العراق، بس قاسم سليماني هذا خطيه السفير السعودي حشال احتاي تندمروا كل يومية. استاذ عمر هذول عندهم مرتزقه اعلاميين، عندهم مرتزقه دينيين، عندهم مرتزقه بالجيش والشرطه، ما بيها مجال. هؤلاء يعني مثل السرطان يا استاذ عمر، يعني يعني قاسم سليماني يقول لهم وقفوا يقفون يقعدون. برأيك شنو النتائج بعد هذه الزيارة؟ خراب يا أستاذ عمر. أنا أقول لك النتائج، يجوز يلون يجينا الأكراد، لأن الأكراد خسروا أشياء كثيرة، والشعب يعني سو يكرمك الله من قلت لك كان يسووا هالخبث هذا من حطوا رجيهم بكركوك وبعدين صعدوا على المناطق الأخرى، وشوف المشاكل اللي كانت من قبل العراقيين بالأعياد وكذا يروحون يصيفون هناك والأمور ماشية وكذا، أشوف شو المشاكل صارت وقاص خرمات وكذا. هذول قلت لك يعني أتعس من السرطان يا أستاذ عمر، يعني مشكلة وين ما توديهم بس خراب يا أخي، أبدا ما بيها مجال بناء لو محاولة إنه يعني بين والعراقي. سامي من بغداد كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو زهراء من بغداد. تفضل أبو زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك شال عمر؟ أهلا وسهلا بك شال عمر. بالنسبة لقاسم سليماني هو الحاكم الفعلي اللي يحكم العراق، بالنسبة لحيدر العبادي وباقي هاي الحكومة الصورية
يعني هذا مجرد واجهه ليس الحاكم الفعلي اللي يدير امور العراق اقتصاديا سياسيا اجتماعيا هو قاسم سليماني. هذا واقع حال يعني شئنا ام ابينا. موضوع زياره سليماني الاربيل ومحاوله يعني اظهاره بالاعلام انه يتوسط، لا مو ما يتوسط الرجل، الرجل راح يفرض اجنده على اكرادي غصب ما على اكرادي ينبذوه. هذا واحد. بس يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مساله وقت يعني الامور بدات ان شاء الله تنفرج. ما يجري هسه في ايران ان شاء الله كره ثلج وان شاء الله تكبر والله سبحانه وتعالى خلصنا من هالسرطان اللي جاكم على قلوب كل العراق. نعم. تسمعني استاذ عمر؟ اسمعك اسمعك واضح. بالنسبه لسليماني، سليماني الرجل يعني قاعد يدير منصب، هو رئيس جمهورية العراق ورئيس الوزراء. نعم. ورجل قاعد يعني ينفذ يعني شلون نقول يقوم بمهامه. نعم. من ضمن المهام انه يخلي الاكراد يرضخون ويقنعون للاجنده الايرانيه اللي يحاولوا انه يخرجون عن طورها في زين ابو زهراء. هناك من يتحدث، هناك من يتحدث من المراقبين ومن المحللين بأن هذه الزيارة ليست فقط لحل الإشكالية مع ما بين بغداد وأربيل، بل للضغط على أربيل وعلى الأحزاب الكردية للدخول مع قوائم التحالف الوطني في الانتخابات المقبلة. يعني نفس التشكيلة الانتخابية في الدورات السابقة يراد منها من الأحزاب الكردية أن تنضم وتعود إلى هذه الأحزاب وتشكيل كتلة موحدة للدخول في الانتخابات. وهذا ما راح يحدث أستاذ عمر، فيما لو إنه إيران ما يصير بها زلزال إن شاء الله، وإن شاء الله يصير بها زلزال، أنا وكل عراقي شريف يتمنى هيك شيء، مو الشعب الإيراني، إحنا مو ضد الشعب الإيراني، فيما لو الأمور بقت على حالها هو أكو حلف هم استراتيجي بين الأكراد وبين الكتل اللي محشوبه على الشيعة، خلينا نقول الاحزاب المتنفذه للسلطه من 2003 وصلوا من هذا اليوم. يستخدم استخدم العصا الغليظه لاخضاع الاكراد من خلال تجويعهم ومن خلال سد منافذ الحدوديه وغلق المطارات في سبيل انه يرجعون البيت الطاعه ويرفعون للأوامر الأجندة الإيرانية اللي قاعدة تنفذ من 2003 وصولا لهذا اليوم بالاتفاق مع الأمريكان. أعيد مرة ثانية، الإيرانيين عندهم تحالف استراتيجي مع الأمريكان أستاذ عمر. كل من يقول لك الأمريكان والإيرانيين على عداوة وعلى كذا فهذا بعيد عن الواقع، يعني أقل ما يقال. نعم أبو زهراء من بغداد كان معنا، شكرا جزيلا لك. نقرأ رسائل الواتساب، يقول مبروك من الإمارات، لك أن تعلم أخي عمر أن زيارة سليماني لكردستان العراق لإيجاد حلول مع بغداد ولأجل تفكيك ملفات كثيرة، وهذه مبادرات في صالح بغداد وحكومتها العميلة لإيران. كما يقول يجب حل مواضيع النفط والرواتب والحدود والمناطق المتنازع عليها، فجولة سليماني هي إقناع بالقوة ويحاول حشد الجهود لحلول عديدة. إيران تهدف لكل شيء تريده من ذلك، فإيران محتلة وتريد لعب دور في هذه الأزمة، وكل ذلك من خلال قاسم سليماني، فهو مبعوث من بغداد لحشد الجهود لكنه قائد فيلق موالي لأذناب إيران. في رسالة أخرى يقول الأكراد يرفضون، وهو أبو علي من بغداد، يقول أبو علي من حق قاسم سليماني أن يدخل ويخرج ويأمر وينهي ويتدخل بكل صغيرة وكبيرة في العراق. أليس السياسيين والبرلمانيين وأصحاب العمائم وقعوا على جعل إيران على جعل العراق محافظة من محافظات إيران؟ نهايتكم قريبة أو نهايتهم قريبة كما يقول بإذن الله تعالى. في رسالة أخرى يقول الأكراد كيف يرفضون التدخل الإيراني وهي ما زالت الداعمة لجميع الأحزاب الكردية إلا ما ندر، ونحن نعلم جيدا أن ما يحصل مسرحية هدفها أكبر من المشروع الكردي. معنا اتصال أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد.
يا لك اخ عمر والمشاهدين، طال عمرك الموضوع ما طرق له طبعا بعد غياب القانون الدولي وهيئات الامم المتحده تحت القياده الرئيسيه وهي الولايات المتحده الامريكيه، وصارت في الموضوع خلاقه طال عمرك 13 عام او 14 عام بالاحتلال العراقي وما يجري على الشعب العراقي. واما ما طرق الى موضوع قاسم سليماني وايران، كان في الحرب السابقه بين العراق وايران تعداد سكان ايران تقريبا 43 مليون والعراق 13 مليون، وكان المحمر احتلال كله من طرف العراقي. والان طال عمرك الحصار الاقتصادي كان في 13 سنه و14 سنه على الشعب العراقي. واما هاي تطرق الى اليمن حاليا، هو طال عمرك اللي هو القانون الدولي متخيب عن العراق وحاضر عند اليمن. يعطيك الف عافيه ومشكور. ابو راشد من عمان كان معنا، شكرا لك. موضوع آخر طبعا متعلق بكردستان العراق وما حدث مؤخرا في كركوك، اتهامات من قبل حكومة كردستان العراق إلى حكومة بغداد بتغيير ديموغرافي في كركوك. يعني الاتهامات التي وجهها رئيس حكومة إقليم كردستان جيرفان البرازاني أخيرا بوجود حملات للتغيير الديموغرافي في مناطق كركوك، أحرجت كما يقول المراقبون أحرجت حكومة حيدر العبادي، الأمر الذي دفعها إلى تشكيل لجان خاصة لمتابعة الملف طبعا وسط تشكيك بصدقية هذه التحقيقات. على سبيل المثال عضو في مجلس محافظة التأميم طبعا فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريحات، قال السبت أو اليوم السبت رئيس الحكومة حيدر العبادي وجه بتشكيل لجان خاصة أمنية وقضائية للتحقيق في الحديث عن حملات للتغيير الديموغرافي في كركوك. بيّن بأن اللجنة سيتم تشكيلها من أعضاء من المجلس وقادة أمنيين وقضاة سيرسلون من بغداد لمتابعة الملف. أوضح بأن اللجنة ستتعامل مع الملف بحذر وستتابع تفاصيل الموضوع ميدانيا على أن تنجز التقرير أو تنجز التقرير خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين. أضاف أن اللجنة سترسل تقريرها بعد الانتهاء منه إلى العبادي مباشرة ليطلع عليه ويتخذ ما يلزم تجاه هذا التقرير. كشف بأنه من المفترض أن يتم تشكيل اللجنة وأن تباشر عملها قبل نهاية الأسبوع الجاري. نجرفان البرزاني تحدث قبل يومين عن وجود عمليات تغيير ديموغرافي في محافظة التأميم وبالتحديد في مركز المحافظة كركوك، وحذر من خطورة هذه الخطوة على التعايش السلمي فيها. في نفس السياق اعتبر مسؤول محلي في محافظة كركوك أن عمليات التغيير الديموغرافي التي تجري في كركوك هي عمليات تهجير منظمة تقوم بتنفيذها جماعات مرتبطة بأحزاب سياسية من أحزاب السلطة في البلاد، وقال بأن تلك الجماعات تقوم بتهديد العوائل الكردية الساكنة في كركوك وتحذيرهم من البقاء في منازلهم، وأضاف بأن هذه التهديدات تسببت بموجة نزوح في عدد من القرى في المحافظة، وقد سيطرت جهات تابعة لتلك الأحزاب على منازلهم وقامت بشراء عدد من المنازل بشكل رسمي، وأشار إلى أن هذه التحركات تسببت بحالة من القلق ومن الخوف في المنطقة. طبعا المسؤولون الأكراد يشككون بجدية حكومة حيدر العبادي في التحقيق بهذا الملف، ومعتبرين بأن نتائجها معروفة. والقيادي على سبيل المثال القيادي في حزب البرزاني ماجد كركوكي قال لصحيفة العربي الجديد بأن هذه الحملة هي حملة منظمة في كركوك وأن جهات سياسية تديرها، وأضاف بأن هذه الحملة لا تصب في صالح المحافظة ويجب على حكومة بغداد منعها بأسرع وقت. هو أعرب عن عدم ثقته بجدية الحكومة بالتحقيق في هذا الملف، خصوصا وأن اللجنة التي تعتزم تشكيلها لا تضم أي عضو كردي، وأكد بأن نتائج التحقيق في اللجنة واضحة منذ الآن وستكون غير مطابقة للواقع ولا تأتي بحلول. طبعا الصراع وما حدث في كركوك وطوز خرماتو تحدثنا عنها، ما حدث في طوز خرماتو في حلقة يوم الخميس الماضي ذات الأغلبية الكردية، هناك مشاكل حدثت بعد دخول القوات الحكومية وسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي
عليها منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي، رغم تمتع الإقليم إقليم كردستان بالحكم الذاتي، ولكن الخلاف على المناطق المتنازع عليها. إذن زيارة قاسم سليماني إلى أربيل والحديث من قبل حكومة كردستان عن عمليات تغيير ديموغرافي في كركوك وتشكيل لجان من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، كلها مواضيع ساخنة في هذا اليوم. أبو أيمن من عمان معنا اتصال. أبو أيمن من عمان، يسعد لي مساك حبيبي. حياك الله، أهلا وسهلا. راح أبلش وأحكي فد مثل بيقول أيام ترج الدبس من ثلاث نقط وكل نقطة بحرف النمس. أتصور تعرفوا هذا، أيام ترج الدبس من النمس. نعم سيدي الكريم، بولينا نحن أتباع محمد من السنة والشيعة بما يسمى الوعاظ، فعندنا نحن السنة خلينا أقول أن وعاظ السلاطين الذين لا يسمحون لأي أحد بقوة السلطة بأنه يفتي، بينما أخوتنا بالجهة المقابلة بلوا بالسلاطين الوعاظ، أي أنه لا يستطيع أي أحد أن يحكي أو أن يتكلم أو أن يفتي إلا بما يريدونه هذا. سيدي كيف تظن أن الناس تستطيع أن تحكي؟ أوروبا لما تقدمت حطت الكنيسة على جنب، أيام هاي العباسيين وأقولها بكل أمانة من خلوا الدين عشقية والحكم عشقية. زين أبو نعم أبو أيمن، أنت كمواطن عربي شلون تقرأ زيارة قاسم سليماني وهو إيراني إلى أربيل بمشكلة عراقية عراقية في داخل العراق، سيدي، وعلى أساس أنه مبتعث من حكومة حيدر العبادي وليس مبتعث من إيران، مو وسيط دولي بل وسيط أجنبي من حكومة لمشكلة داخلية؟ نعم سيدي، بدي أسألك سؤال بالله، بتصدق أنت أنه قاسم سليماني مش هو اللي بقود العراق من داخل المنطقة الخضراء؟ أعطيني واحد غبي بالعالم كلياته بصدق هذا، ما أظن أنه في واحد غبي بصدق، لأنه قاسم سليماني يقود العراق وسوريا ولبنان واليمن. سيدي الشعب مو غبي، فما بالك ببعض الناس اللي درسوا ومثقفين وادعي أنني منهم. سيدي كل همنا وكل مشكلتنا احنا بالعالم الإسلامي من الوعاظ وسلاطين الوعاظ. نعم اخيرا بدي احكي شغله، يعني انتهى وقت البرنامج للاسف ابو ايمن. ابو ايمن بس كلمه عن بعض اليهود اللي بيقاوموا في بنابلس، طائفه من اليهود اسمهم السمره، هذول يكرهون الدوله الاسرائيليه اكثر ما كرهها انا وانت. بس والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ابو ايمن من عمان كان معنا. نقرا اخر رساله في الواتساب وعذرا ل عدم استطاعتنا لقراءة باقي رسائل. يقول أخوك أبو جاسم من السعودية، بس حاب أتمنى في العام الجديد تكون سنة خير على العراق وعلى أهل العراق ولجميع الطوائف، وأنكم تتركون خلافاتكم وتبدون تبنون العراق، والله حالة لا تسر لا صديق ولا عدو. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي ركزنا فيها حول زيارة قاسم سليماني إلى أربيل والتي استمرت يومين، وكذلك تحدثنا عن اتهامات حكومة كردستان إلى حكومة بغداد بإجراء عمليات تغيير ديموغرافي في كركوك وتشكيل لجان في هذا الصدد. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.